نشر متسابق الراليات السعودي يزيد الراجحي مقطع فيديو يوثق احتراق سيارته خلال مشاركته في بطولة العالم في بولندا، وأظهر الفيديو النيران وهي تلتهم المركبة بالكامل والدخان الأسود يتصاعد منها. بطل الراليات يزيد الراجحي قام بطمأنة محبيه بعد اشتعال سيارته مؤكدا أنه ولله الحمد بخير وصحة وعافية. ألف سلامة للبطل يزيد الراجحي. يمكن تابعنا أمس الحادث وكنا يعني من اللحظات الأولى في تواصل معه ومع فريق العمل الموجود حوله، كنا نتمنى أنه يظهر معنا اليوم ليطمئنكم جميعا، لكن نعذره على سفره وعلى انشغاله، والأهم في هذا الموضوع كله أنه خرج بالسلامة وبالصحة والعافية، وإن شاء الله يعود إلى وطنه سالم غانم معافى. غني عن التعريف أن نقول أن يزيد الراجحي من الأبطال السعوديين العالميين في سباقات الراليات، وسيرته الذاتية تزخر بالعديد من النجاحات والإنجازات. ألف سلامة وإلى نجاحات كثيرة قادمة بإذن الله تعالى. بعد هذا الفاصل نفتح معكم أول موضوعات أهل اليوم.